تفضل على نفسك. محمد رزق. انا بس بوجه رساله بس لاهالينا في البيوت، هو بسؤال واحد بس، انتوا ليه لغايه دلوقتي ساكتين؟ كل الناس المعتصمه في ميدان التحرير كلها مطالب عامه وليست مطالب شخصيه، احنا مش طالبين اي مطالب شخصيه لنفسنا، لا كلها مطالب عامه ليها حد ادنى الاجور، احنا بنحارب برضو غلاء الاسعار، حاجات كتير احنا بنعملها هنا معتصمين في ميدان التحرير عشان خاطر اهالينا اللي في البيوت. فانا بوجه لهم السؤال، لماذا حتى الان انتم صامتون؟ شكرا.